السلام عليكم أصدقائي جميعا، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم رجعت لكم من جديد. اليوم يا إخوان مثل ما أنتم شايفين عندنا 19,999,988، هذا الكوز اللي عندنا، يعني 19 مليون، يعني 20 ألا شوي، تمام؟ 20 مليون ألا شوي. راح نلعب على طاولة كل الكوز، ما بدنا نصفر أحد ولا بدنا نلعب مع لاعب مثلا. طبعا هاي المحاولة العاشرة يا اخوان، كل ما بلعب بيطلع لي شخص ما عنده كونز، انا بدي العب مع واحد بحيث على كل الكونز، تمام؟ فلا تنسونا يا اخوان من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم كل شيء جديد بالايام القادمة. خلينا نبدأ هذا الفيديو وانتظروني بكرة يا اخوان بإذن الله تعالى، مهام جديدة وشروحات جديدة، فيديو اسطوري بإذن الله تعالى. زيد حلو والله، على كل الكونز يا اخوان، هذا طلبنا. من وين هذا؟ تركيا اعتقد، هذا سوري يعني بتركيا، يعني ما بتركيا سوري او عراق. خلينا نحط العصا اي عاصفة النار، بعدها يا اخوان نحط له سمايل قلوب، بعدها نحط له كلوز. شوف شو ينطينا الجيم، احنا ما بدنا الجيم بس نشوف شو عنده. اه العب، يلا يلا يا اخوان، ولا كرة دخلت، يا الله ولا كرة دخلت، يا حرام هذا التحدي يا اخوان. ولا طابة ولا طابة. طيب يا اخوان خلينا نشوف التالي، هو بهالحياة كل شيء الاصل بالتالي، تمام؟ يدخل طابة ال11 عن طريق طابة ال 14 تضرب طابة السبعة. حلو جميل جدا. لشو بدي يدخل طابة ال 13؟ لا والله يدخل طابة 12، داخلة والله معاه. عنده ال 14 ما له مجال على طابة ال 14، ما له عليها مجال. لا دخل طابة ال 13، يلا رجع اسبن. اوه ما له مجال، هاي طابة ال 14 مسكرة. حصرا بدي ادخل طابة التسعة، حصرا طابة التسعة وسط فوق. يا اخوان عندنا محاولتين ضلت، ولا والله الغير يمعطنا محاولتين. ادخل يا الله يا الخصم، ظلت ال 14 نشوف كيف يصف لي البلاك. يا ولد خصم خصم خصم، سكر 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 سكر، والله لا سكر ولا شو والله يا اخوان، والله صفت صفة اسطورية، والله صفة اسطورية والله. هاي اول جيم، مع السلامة. نورفيز ليش؟ اوه تعال 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 تعال، ليش تكتب لي نورفيز يابا؟ شو سوي لك؟ تعال تعال والله لخليك تمعط اليوم. اي ابيت جيم، انا اريد اكتب له نور فيس، حط له ابيت جيم نشوف له شو، ما باي كلمه نكتب له. هاي هاي تعال تعال يلا يلا يلا، خلينا ندخل طابة الستة. يما يا اخطاء خطا يا اخوان، ما دخل مع البلاك، ما دخل. لا هاي تعال تعال تعال، بعدها ندخل طابة الاربعة. تعال أمك داعية عليك اليوم. ندخل طابة اثنين، حلو خصم كفو عليك. خلينا نطلع كمان طابة الخمسة نخلص منها، مكانها مو حلو هاي صح؟ روحي ممتاز جدا. السبعة لازم نثبت الخصم ومكانه عن طريق سبن، تمام؟ نحط سبن بهذا المكان يا رب، بس مكانك مكانك. طابة الثلاثة كمان وسط، بعدين الواحد والرجع كمان أسبن. جاية 100%، روح بس نروح نشوف وين نرفس يا اخوان. مو عندك كلمة، لازم تكون موجودة، هاي لازم تكون موجودة. بس العين بالعين والسن وبسن والبادي أظلم صح؟ بعدين دخل البلاك، ها زاد حط لي نورفيس.
ولك حط على راحتك. هسه عم اعطك معطى اخد حفيان. تع تع يلا يلا شوفنا المراجل يا زيد. اي والله والله خطأ خرافي يا اخوان. العمى شلون ما دخلت مع البلاك؟ هسه اللعب لالو لالو. اكتب اكتب الاصل بالتالي. ما عليش اكتب خذ راحتك العب. بلكت يخطأ بس يخطأ الا اجننه الا اجننه. والله قيمه يا اخوان يعني بس في عنده طابة 12 ال15 ال4 مو عارفان شو بده يختار. قل بده يختار الكرات صغيرة. يلا حرك دمك اختار الكرات صغيرة. نحط الاسمايلات تيعصب هيك يعني. والله لعبه حلو لعبه حلو. دخل طابة الثلاثة. عندك الأربعة شنو بدك تطلعها؟ طابة الأربعة خلنا نظل نحطه بهالسمايلات لنشوف شو يسوي. اه بدي دخل طابة الستة. والله حلو إله عليها مجال والله. اوه والله نقيت فتح طابة الأربعة ما سكر. سكر والله سكر سكر يا اخوان سكر. ما ظل له مجال. ها هاي طابة اثنين ما له عليها مجال. طابة الأربعة كمان مسكر. ايوه نحط السمايلات يجن. تعال هات العصا هات العصا. اوه كفو عليك والله والله كفو عليه والله. حظ يا اخوان والله حظ اسطوري قسم بالله. اه والله كفو عليه والله كفو عليه. هاي دخل البلاك خالص انتهت سحب الجيم والله. هذا سمايل حلو فعلا. هذا سمايل جمع حلو. يلا خلينا الجيم اللي بعده نشوف شو بيصير. فعلا هاي التحديات يا اخوان جميلة جدا يعني. ف يعني وقت تلعب التحدي هذا خلينا نلعب هسا بعدين نتسولف يا اخوان. خلينا نلعب خلينا نلعب. اذا اخطأنا جريمة والله. الجيم انتهي. تعال تعال راح اختار الكرات صغيرة. الجيم اي كيم الجيم الجيم مو الكيم يا ابو فيصل خرافي. دخل بعدها طابة الخمسة. ايه اضحك اضحك اسعى خليك تضل تضحك. بعدين السبعة. روحي ممتاز ممتاز. بعدين دخل طابة الستة. اهم شيء نركز اهم شيء نركز يا اخوان. بس ندخل طابة الثلاثة يمين تحت بعدين الواحد كمان يمين تحت. ظل عندنا طابة الأربعة يسار فوق. بس على مهل يا خصم اياك تخطأ يا خصم. ضربة بسيطة حدر بس 100% 100%. ان شاء الله بكره يا اخوان في مهام جديده وفي افاتار وفي سمايل بالعروض القادمه. بكره انزل لكم عنهن شرح كامل باذن الله تعالى. وهذا البلاك وسط 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 ما لنا عليه الا مجال الا وسط. اخاف اذا جبناه يمين يجوز يدخل معانا الخصوم. كفو يلا 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 ديلو نشوف المراجل. وين انت رايح وين؟ سريد عارف وين رايح. من المحط لايك يا اخوان للفيديو. بالله عليكم هذا التحدي ما يستاهل اللايكات يا اخي. فجروا هالقناة باللايكات دخيل دينكم فجروه يا اخي. شو القصة؟ ها؟ اكتب لنا نور فيس. عايش تكتب يا حبيبي عايش تكتب عليش. العب وشوفنا بطولاتك بس. يا اخوان انتوا شايفين مثل ما قاعد اشوف؟ شوفوا اربع كرات من طرف واربع كرات من طرف. قسم بالله ما الصفطات تصفيط. شايفين؟ هاي الطرف هذا والطرف الثاني. وشوفوا كرات كبيرة وكرات صغيرة. شو هالحظ هذا يا الله شو هالحظ. يا ويلي حظ خرافي والله. هذا يختار الكرات الكبيرة والكرات الكبيرة فعلا يا اخوان افضل من الكرات الصغيرة. في طابة الواحد واثنين بجنب بعضها. يختار الخمستاعش
رجع سبن. والله يلعب هذا الشاب فعلا لاعب يا أخي، الصراحة فعلا لاعب. طيب خليه بعدها. جميل 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 جميل. سكر سكر. والله لا سكر ولاش، والله ما سكر. بعدها طابة الثلاثة عشر بقى عنده، كمان طابة 12 بقى عنده، طابة 12 نعم، طابة 12 بس. سكر، والله ما سكر، سحب الجيم. كفو عليه والله يا اخوان، فعلا لاعب قوي هذا يعني. فعلا لاعب قوي. دخل البلاك، حذر ما حذر. بعدين ما بدي يفوت الخصم، انا بدي افوز بايدي يعني، ما بدي انه يفوت الخصم وهو يخسر، لا بدي اخسر وانا بايدي. دخل البلاك واقول له امعط صح، الساعتين اللعب معي. يا رب خلينا يا اخوان نقول بسم الله. بحظكم هذا الجيم، بحظكم انتم كل واحد ظل معي لهاي اللحظه بحظ هذا الجيم. يلا خلينا نشوف. يلا طلع اسمايل هذا، نقول له عينك بالطاولة. ايه عينك بالطاولة، عينك بالطاولة يا حب. اختار الكرات الكبيرة اعتقد افضل صح. ندخل بالبداية طابة الثلاثة عشر. خلاص بعدين الـ11. رجع سبن شي بسيط، ايوه. بعدين 15 ونرجع كمان اسبن عشان الخصم كمان يرجع. تندخل بعدها طابة الـ14. ممتاز ممتاز ممتاز. دخل الـ14، ظل عندنا الـ9 والـ10 بجنب بعضهم يا اخوان. خلصت 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 خلصت، والله والله تحدي خرافي. دخل الـ9 بحيث الخصم يصير ورا طابة الـ10. قويها شوي، روح 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 روح، ارجع ارجع ارجع. ممتاز والله والله ممتاز يا اخوان، خالصين. بده يمعط، نقول لكم بده يمعط. طبعا تعادل هسه راح يصير. بس 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 ممتاز، عيونكم والله والله كفو عليكم. وهذا اسمايل خليه، نقول له تعال تعال. نحط له اسمايل هذا الاخر بس ما يكون فصل الانترنت يا اخوان، ده الكتابه من تحت. يا الله بس ما يكون فصل الانترنت. تعال وين رايح؟ لا تنسحب، لا تخرج من اللعبة. معقولة فصل الانترنت؟ بتمنى انه ما ينفصل الانترنت يا اخوان عنده. ها عندي شغال، شايفين؟ فتح عندي البروفايل، وهي البروفايل تبعين، فتح نظامي عندي الانترنت. الانترنت عندي 4G يعني قوي جدا. فول 24 يعني السرعة. اه يا حرام يا حرام، فصل عنده الانترنت. والله ما تمنيت انه يفصل الانترنت، منيت انه نكمل لنشوف التحدي وين يوصل والله يا اخوان، ولكن هذا اللي صار. فبتمنى هالفيديو عجبكم يا اخوان، وهالتحدي بتمناه كمان عجبكم تمام. وان عجبكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل. واتمنى لكم اوقات سعيدة، كان معكم أخوكم أبو فيصل من سوريا. انتظروني إن شاء الله الفيديو القادم يا إخوان بكرة بإذن الله تعالى، في فيديو مهام جديدة نزلت، راح أنزل لكم عنهن شرح كامل. في إسمايلات، في أفتارات راح تحصلون عليهن، وعشان كيف تحصل عليهن بكرة المساء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.